الجار. سبت الدار وهربت ليه يا حسن؟ بصراحة؟ لو ما قلتش الصراحة هترجع السجن تاني، وانت عارف ان انا عارف كل حاجة. البت بنت عم حمزة. بنت عم حمزة؟ حلوة البت دي؟ حلوة يا عم سلامة، والله العظيم حلوة قوي. بتحبها؟ مش عارف، أنا أصلا مش عارف يعني إيه حب. طيب قول لي، لما بتشوفها بتحس بإيه؟ أنا أصلا بفكر فيها طول الوقت. كل ما أفكر فيها بحس إن قلبي بيدق بسرعة قوي. طب أنت عارف أنا أول مرة شفتها حسيت إن قلبي هو فنها من طولي. عندك استعداد تعمل أي حاجة عشان تتكلم معاها؟ أيوة يا عم سلام. طيب عندك استعداد تهرب تاني يا حسن؟ أنا مديك الأمان اتكلم. أيوة. يبقى بتحبها. طالما أنت بتعمل الحاجات اللي أنت في طبيعتك العادية ما بتعملهاش، يبقى ده اسمه الحب. حب شجاع جريء يا حسن، والحب اللي بيخوف ما ينفع. وانت شجاع وجريء وتستاهل تتحب. مش فاهم قصدك عم سلامة. افهمك بس تديني الامان. زمان يا حسن انا كنت بحب واحدة، لكن ما عشتوش الحب ده. لما انت لازم تعيش حبك. اهرب يا حسن، روح اتكلم معاه، سيب الدار واهرب. اهرب بس اقولك انا ما قلتلكش حاجة خالص، اتفقنا؟ والله كبروا بالولاد وعرفوا يحبوا. وبعدين يا رايق، انت هتفضل قاعد لي كده في البيت زي ارض قطع ولا ايه؟ زين رفع عليا السلاح يا شروق، كان بيني وبين موت 2 سنتي. 2 سنتي ونص. طب الف بعد الشر عليك يا حبيبي. الله، انا ما حدش طايقني ليه يا جماعه؟ كما لو كنت قاعد على حجركو. زين قال لي لو شافني تاني هيقتلني، وهاشم عامل حفلة النهاردة ومصر اني اروح. ويا عالم، ممكن اروح الاقي زين. وسيف قال لي الدار اليومين دول شوية، مش عارف، في كل خرابة مهموز، وانا راجل كبير لو خدت المهموس ده هروح فيها. يا رب حياة حبيبك النبي يا رب زبطني الدنيا. الله، في ايه؟ هو انت هتفضل طول الليل مزاولنا يا رايق ولا ايه؟ ما تقوليش يا رايق عشان انا متضايق. انت قلت ايه؟ ما تقوليش يا رايق عشان انا متضايق. ما تقوليش يا رايق عشان انا متضايق. والله العظيم ما اطلع اغنيه حلو. ما هو العسل اللي انت فيه ده هو اللي هيودينا في داهيه. شاعر قد الدنيا. منور يا رايق. الله يخليك يا هاشم بيه، وانت وسيف بيه برضو. تسلم. مش كنا اتجمعنا القعده الحلوه دي عندي في الكباريه؟ تتعوض، احنا متجمعين هنا عشان نشتغل.
ولا انت سايب الشغل عشان تفك شويه؟ لا ما انا برضو بتاع شغل، بس الشغل عندي هناك ليه طعم تاني خالص. سيدي اعتبرها زياره من اللي عليك، وهو تجرب الانبساط عندنا يعني. ما شاء الله جامد انت برضو يا رايق، وقلبك ميت مش سهل. مش خايف كده وجاي جدع رايق؟ والله قلبي مات من الحاجات اللي شفتها يا سيدي. خوفي عليك يا فتحي تحصل قلبك من كتر الحاجات اللي بتشوفها، وساعتها بقى ننفذ الوصيه بتاعتك وكلنا كده بالصلاه على النبي نروح نسهر في الكلاب بتاعك. حبيبي ده انت ذوقك طلع وحش قوي. من بعيد كانت حلوه والله، انا مش عارفه مقبت على ايه اللي حصل. طب قول لي مين عاجبك وانا اظبطك معاه. تظبطيني؟ مين الوحش؟ رودي سيف العزازي. تعرفنيش؟ لا ازاي؟ على راسي يا داخليه. طب سيبك من الداخليه وخلينا في الخارجيه. قول لي مين عاجبك في الحفله وانا اظبطك معاه. بس كده بابا يزعل. بابا يزعل لو انا زعل. تعالى معايا عشان ما يزعلش. وانا ما اقدرش على زعل بابا. شايف يا خبيتة الواد عندها بنت سيف دي في ميني دي كسر كسر كتنين اللي عايزه خلف. اتفرج على الجمال والحلاوة والأدب وقلة الأدب. ريهام وده بنصلك عليه معفن. انت معفن ليه بس؟ انت مستقل بيا ليه؟ يا ده الطيبون للطيبات، دول ولاد ناس، احنا ولاد كلب. بس انت مالك كده يا رايق من الصبح مش على بعضك؟ لا دي حوارات كده نبقى نحكي فيها واحنا رايقين، انما الليله سيبينا نسهر وننبسط براحتنا. طار بقى يا رب، كفايه متعه يا رب. طب انا همشي بقى عشان خنقتوني. بحبك وانت مركز مع الكل وعامل نفسك مش واخد بالك. قعدت يعني ولا اشتريها؟ على فكره انا زعلانه منك. انت عارفه دي المره الكامله تقولي لي فيها كده؟ يعني انا غلطانه؟ انا غلطانه يا ريهام اني بقولك ان انت مقصره معايا؟ يا حبيبتي لا، بس انت عارفه ان انا على طول مشغوله مع بابي في الشغل، يعني ما بخرجش اصلا. ايه بقى لازمه الزعل دلوقتي؟ يا بت يا بت وحشتني خروجاتنا كده وقعدات النم بتاعتنا. والله وانت كمان يا نودي وحشتيني. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي ننام كده شويه. ها فين؟ شفتي الواد اللي نزل القطار؟ اه ده البيت رودي شقطته في ثانيه. رودي دي اصلها ما شاء الله عليها مدرسه. اه مش كده؟ زين العطار بيحضر لعمليه جديده. ده غير اللي ضحك فيه على الرايق. الرايق ده عبيط. العملية الجديدة اللي بيحضر لها زين لو كملت هتبقى خراب على الكل. يا عم في ايه؟ هو ده زين فيه نبات؟ اه يموت الزمار. العملية الجديدة اللي بيحضر لها هيخلصها سليم، بس شكلها كده مش هتكمل على خير. بصوا بقى، انا شخصيا اللبش بتاع زين العطار ده بقى ملياش فيه، اتخنقت. عارفين له عندي دقة ليه؟ عنده دقتين مش كده ولا ايه يا هاشم؟ كل شيء بأوان يا جلال، ما تفكرش، اتبسط دلوقتي. يلا ماشي. روح مع الرأي اعمل أي حاجة حرام. يلا حاضر. حرام ولا حلال قول لي. ماشي. حلو البصمان ده. أمال إيه؟ خايفة عليك يا زين. أنا عارفة إنهم كانوا عايزينك أنت مش عايزين شريف، وعارفة برضه إن اللي جرب يعمل كده مرة هيجرب تاني.
ما تخافيش، مش عايزك تخافي ابدا. مال هتعملي ايه لما اموت؟ الف بعد الشر، ما تقولش كده ابدا. الموت مش شر يا جهان، الموت حق. بس بقى، بس ما تقولش كده عشان خاطري. اسف يا حاج، الرجاله بس جم عشان السفر. طيب انا جاي. ماشي يا حاج. ما تخافيش. غريبة يا حسن، يعني انت متضايق عشان انت هتشوف ابوك؟ ولا مبسوط ولا متضايق. عادي يعني. وريني كده. لا واضح انه عادي. عارف يا حسن، انا عمري ما شفت ابويا لدرجه ان انا مش عارف ايه المهم يعني في حياتي اللي هيزيد لو كان عندي اب. ومن كتر ما انا مش شايف له لازمه، حاسس ان امي جابتني لوحدها كده يعني، كانت ماشيه جابتني فجاه. بص يا ابني، انا ما خدتش من ابويا اكتر من اللي انتوا خدتوه مني، ولا ليه عندي اكتر من اللي عندكم. لا بس هو ليه عندنا كتير. شيل. ابوك جه. نورت الدار يا رب الدار. والله ازيك يا شيخ سلام. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. الاولاد تفضل. رميت نفسك في حضن زين؟ خلاص يا ابن بطني. عيب عليك ياما ابقى ابن بطنك وما تبقيش عارفه انا بقيت بكرهه قد ايه. انت كده يحيى ابن بطني. زين ما منعش عننا حقنا وبس. زين خد كل حاجه حلوه في حياتنا. زين عصرنا زي التعبان. اياك تامن لتعبان يلف على رقبتك ويموتك. كل تعبان ويلزم له رفاعي ياما. وابنك هيبقى الرفاعي اللي دخل بيت التعبين. غيابك طال علينا المره دي. الصحه ما عادتش زي زمان يا شيخ سلامه. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. الحمد لله. البقية في حياتك. حياتك الباقية يا شيخ سلامة. اللي أذى عيالي خد جزاؤه هو وأهله. الله يرحم اللي راح ويصبر اللي عايشين. أمانتكم في الحفظ والصون. قبل ما تطمني على الأمانة طمني على الولاد الأول. العيال بخير. وأمانتكم دين في رقبتنا. اخبار مخزن السلاح ايه؟ لا ما تقلقش، الرجاله قاعدين فيها ما بيناموش، مستنين الطلعه اللي جايه عشان يخزن السلاح اللي جاي. المهم ما تخاطرش بحياه العيال. ما فيش خطر، الاولاد سكتهم مقطوعه، ما بتكملش غير بيا وبيك. والدار دي علشان تحمي بيت العطارين وتحمي ارضهم وتحمي فلوسهم. والحاجات دي ما بقتش بالسهل. بقالي مدة طويلة ما شفتكوش يا أولاد، بس الشيخ سلامة بيطمني على أخباركم أول بأول. انتوا عارفين إن أنا شايفكم زي أولادي بالظبط. انتوا أولادي. أنا طبعاً عارفكم واحد واحد، إلا الشاب اللي زي القمر ده أول مرة أشوفه. كلكم ولادي.
الدار دي يا أولاد ما هيش متوى ولا دروة، الدار دي عشان تتعلموا وتكبروا وتقدروا تعيشوا في الحياة. انتوا أولاد زين العطار ورجالته وسنده في الحياة. شايل في قلبك مني يا حسن ليه؟ يا شايل من ابوك لدرجة انك مش عاوز ترد عليه؟ عايز نرد على حضرتك اقول لك ايه؟ قول لي وحشتني. انا ابوك يا حسن. بس انا خلاص ما بقتش مصدق ان ابنك فعلا. بس انا ابوك غصب عنك وعني. الكلام ده كان ممكن اصدقه قبل ما افهم يعني ايه حب، واللي يحب ما يعرفش الفراق. وانت فرقتني بسهوله. ايوه يا حبيبي، بس انت اللي اخترت تعيش هنا. وانت وافقت بسهوله، يعني اخترت، اخترت تسيبني هنا من وانا عيل صغير، سبتني وسط اليتامى يتيم وانت عايش. اول مره اشوف منك الوش ده يا حسن. ايه اللي جد وقلبك عليا كده؟ اللي جد جد يا ابو الولاد. خلاص يا حبيبي ارجع معايا. ارجع فين بس؟ انا مكاني هنا، وانت هتحتاجني في ايه؟ اخواتي كلهم حواليك في القصر صح؟